يهمنا اللي نجاح الوطن. كن معي قلبك يا نواف. طبعا المخرج بيزعل علي لاني جيت هنا لانه هو قال يوقف هنا، بس نواف طارد كان جالس على الكرسي ما قام، بلغوا اخوياه بس ما قام، فانا جيت هنا وقال لي ترى لو وقفت بيجي نواف طارد يقطع قدامه، قلت لا ما يسويها، بس الحمد لله الامور طيبه. اعزائنا المشاهدين، هذه كاميرتي نواف عارفها انا صديقي. اعزائنا المشاهدين من امام الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا علي برويه من قولها. ذكرنا لكم وشرحنا لكم وش معنى كلمة قولها الأسبوع الماضي، لكن نقول لمن هم داخل أسوار هذه القرية ومن هم خارجها: انقد ولكن دون إجحاف، واسعى للإنصاف، خل نقدك حبل يستعين به المتسابق ليصعد عبر هذا النقد البناء. صوتك جمهورنا الغالي في فقرة قولها مسموع، معي أنا علي بروية في قولها. نجومنا خلال الأيام الماضية تجلوا وأبدعوا، مع أنه الفقرة اللي تعتبر ركيزة معنا في البرنامج دون تحيز ثقلوا عليهم شوي في الأيام الماضية، لكن لأن هذول جبال ومهما جاهم من ثقل وحمل يشيلونه. كفو إخواني ومحازم السعد 25 نجم على رأسهم إمبراطور هذا الأسبوع، ويد البحيح الله يعطيه العافية، شباب أبدعوا بأمانة، أسبوع كان حافل وأثر جميل تركتوه. لكن وش رأيكم أنتقل أنا وياكم، دام الجو داخل دافي، نبي ننتقل للديوان إذا تسمحون. اسمح لنا إمبراطور، مشينا نواف، يعطيكم العافية يا شباب. صحيح يعرف هذا